والبداية بزيارة عمل وتفقد لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ طاهر حجار، زيارة قادته إلى ولاية معسكر، حيث قام بعملية تفقد وتدشين لبعض الهياكل والمنشآت الجامعية. فحوى هذه الزيارة مع ظهير بومريجا، نتابع. زيارة عمل وتفقد قادت وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار إلى ولاية معسكر، أين قام بالوقوف على الهياكل البيداغوجية والاجتماعية المنجزة بذات الولاية، حيث تم تدشين مقر عمادة جامعة مصطفى إسطنبولي. هذه الجامعة التي تتسع لأكثر من 8000 طالب جامعي، كما تم تدشين إقامة جامعية للبنات بطاقة 2000 سرير، بالإضافة إلى المطعم. المفاجأة الجميلة هي أنني وجدت إنجازات رائعة جدا وجميلة وعملية كما لاحظتم، وهي تتمثل في 8000 مقعد بيداغوجي استلمت والطلبة يدرسون فيها، وأيضا إقامة جامعية ب 2000 سرير ومطعم ب 800 وجبة وإدارة مركزية لرئاسة الجامعة. الجميل أن مثلا الحي الجامعي الذي زرته هو حي مخصص للفتيات لطلبة السنة الأولى، لاحظت بأن الطالبات كان باستطاعتهم إذا أردنا أن تسكن كل واحدة في غرفة مستقلة، ولكن الفتيات ما حبوش يسكنوا واحدة، ما حبوا يسكنوا زوج. ففعلا وصلنا الآن والحمد لله إلى هذه الإمكانية، إسكان الطلبة كل طالب أو كل طالبة في غرفة. هذه بداية إن شاء الله، وسوف تعمم على باقي الأحياء الوطنية. وأيضا كلمني السيد المدير الخدمات الجامعية أنه عنده الآن فائض ب 1500 سرير، هذا يعني أنه الدخول الجامعي القادم سنة 2018-2019 سيكون أيضا فيه راحة في بالنسبة لجامعة معسكر، لن يكون هناك ضغط. مبادرة جامعة مصطفى إسطنبولي بمعسكر لرقمنة مصالحها على غرار المكتبة المركزية، المبادرة لاقت الاستحسان لدى وزير التعليم العالي، خاصة وأن القطاع يسعى لتعميم استعمال الرقمنة. وفعلا ما لاحظته وما رأيته في هذه الجامعة، في جامعة إسطنبولي بمعسكر، يجعلني أتمنى لو أنني أعود الآن إلى الدراسة من جديد، لأنه فعلا يعني شيء مغري وشيء جميل وشيء جذاب وعملي. وأتمنى فقط من الإخوة الطلبة أن يحافظوا على هذا الجوهرة المتمثلة في جامعة معسكر. فمبروك على أهل معسكر ومبروك علينا بهذه الجامعة بمختلف الإنجازات فيها. الهياكل البيداغوجية والاجتماعية التي استفاد منها القطاع من شأنها تحسين ظروف الطلبة وإعطائهم فرصا أكبر للتحصيل العلمي.